السلام عليكم، معكم صابرين، واهلا فيكم مرة ثانية في فيديو جديد. اخيرا دخلنا شهر اكتوبر. بدأ تحدي انكتوبر، متعة الرسامين في هذا الشهر، حماس الرسامين في هذا الشهر، وبرضو كابوسهم. وهذا حيكون ثالث سنة اسوي مقطع عنه، اهو طبعتها قدامكم عشان يكون سهل الشرح. تحدي انكتوبر يكون مرة كل سنة، تنزل لسه رسمية في موقعهم في حسابها في الانستغرام 30 كلمة. المفترض ان الرسامين ياخذوا كل كلمة ويحولوها الرسمة. وفي السنتين الماضية اللي شاركت فيها في تحدي انكتوبر ما سويت هذا الشيء، كنت اجمع كلمتين في رسمه او ثلاث كلمات في رسمه، تقدر تقولوا اغش. بس في رسامين كثير يسووها انه ياخذوا كلمه ويحولوها الرسمه، لكن اختكم في الله ما راح تسويها. ومن اسم التحدي انكتوبر، حبر توبر، هدف هذا التحدي انه نتدرب على الحبر او استخدام الحبر. فحيكون صديقنا في هذا الشهر الاحبار هذه، واخذت هذا الحبر من متجر اسمه دايسو، موجوده في المولات هنا، فجربته قبل كذا ضد الماركرز، ما هو ضد الماء، وعلى فكره ب 8 ريال مره رخيص، وهذه الكميه كلها. طبعا انا مش ناوي ارسم 31 كلمه، ففي بالي انزل 3 فيديوهات لتحدي انكتوبر، فيديو 10 كلمات، فيديو 10 كلمات، وفيديو 10 كلمات. يمكن ألخبط بين الكلمات، ولأني شاركت في تحدي إنكتوبر 2020 و2023 وهالسنة 2024، هذه أفضل لستة نزلت لأنه كلها نفس الثيم: حقيبة ظهر، اكتشاف، حذاء عالي الرقبة اللي هو البوت، عجيب، منظار، رحلة، جواز سفر، تخييم. شايفين كيف؟ وعشان كذا أول ما شفت اللستة حسيت أكثر واحدة هتكون مناسبة أرسم لها هذا التحدي هي شخصية ديدي. صممتها من 2019 وكل مرة يكون لها أبجريد معين، وهذا آخر أبجريد وصلنا له. هي بنت صغيرة عندها معملها الخاص أو عندها أو متجرها الخاص اللي تسوي فيه تجاربها الغبية، ودائما تجاربها فاشلة أو تكون عبارة عن حاجات عشوائية، ودائما تركب حاجات زي كذا ما لها معنى وما لها فايدة. ومن بين الأشياء اللي ديدي تسويها برضو أنها تطلع وتستكشف، فعشان كذا حسيت إنه أرسم تحدي إنكتوبر حوالين شخصية ديدي. كثير قالوا لي إنه شخصية ديدي ملابسها مملة ومكررة، اتفق معاهم، بس في بالي انه ما حتكون هذه ملابسها دائما، هذه حتكون اللبسه الرسمي لها اللي تمثل الشخصيه. بس زي الحين مثلا حتكون مستكشفه، ما حلبسها الملابس اللي مصممتها لها، حلبسها ملابس المستكشفين. اول حاجه راح اسويها ابغى اصمم ملابسها في هذه الرحله. ترى على فكره صحيح وقت التصوير يمكن ما يكون مريح استخدم هذا الستاند، او ما هو مريح لكم، لكن بصراحة أحس مرة مريح لي أنا أنه بالذات أرسم السكتشات والكراسة بهذه الوضعية، لأنه ما أحتاج أميل يدي، عرفتوا كل حاجة قدامي. طبعا ما حخليكم معلقين هنا، راح أجيبكم هنا. الحين أبقى أصمم الشخصية وبأستخدم الكلمات اللي هي حقيبة الظهر، يعني حرسمها وهي لابسة حقيبة التخييم. حذاء على الرقبة راح ألبس هذا، منظار أبلبسها المنظار شتو حق الكشافة، رحلة يمكن أستخدم كلمة رحلة لأنها هي حتكون في رحلة ديدي، يمكن حعملها زي الستيكر كذا فوق رحلة ديدي وأرسم رسمات كذا maybe. التخييم يا أقدر أضيف في شنطتها ذاك الباج اللي يتحط فوق. أقدر في التصميم أضيف 3 كلمات في شخصيتها هي. خليني أطفي اللمبة، أحس مو مريحني إنكم تشوفوني. هاي تعرفوا حركات الظل، تعرفوا حركة الكلب، هذه تعلمتها أو هو هو هذه تعلمتها كان في سبيستون. إيش كمان في حركة؟ العصفور دي. anyways خليني اطفي اللمبه ان شاء الله تكون الاضاءه كويسه. يا اعتقد الاضاءه كذا افضل من غير اللمبه اللي ورايا. طيب الحين نبدا. اول حاجه ابغى اسويها عشان اصمم الشخصيه ابغى ارسمها بوضعيه ممله زي ما سوينا في شخصيه الساحره منا، انه ارسمها وهي واقفه، ابغى احط يدها على خصرها، ما بضيف ما بحط يدها قدامها هي عشان ما ابغى الملابس تغطى. خلينا نروح نشوف بنترست صديقنا، نبغى ملابس تقريبا شبه هذه، فيصير ديدي لما يكون عندها رحلة استكشافية تلبس الملابس العجيبة حقتها. اوكي حابة هذا الستايل، حابة فكرة الحزام ده، خاصة انه يشبه لبسها الاصلي فيها الحزامين ده، فيمكن البسها شال، ما حلبسها الجاكيت الكبير ده. اول شيء طبعا الشيء الاساسي انا صراحة في بالي هو الشال، نعمل الخطوط هذه، احس شكله غريب، خليه من غير ده شكله طلع غريب احس، خليها بدائرة واحدة. طيب وابغى البنطلون واسع، هنا حيتقفل عشان ابغى اعمل لها البوت، وابغى الشنطة شفتوا حيكون فيها حق كلمة التخييم، انه يكون من هنا في ذاك الشيء فرشة اعتقد هذا الخيمة او ذاك الكيس حق النوم اللي يدخلوا جوا. بما انه تحدي انكتوبر كله عن التخييم، من يحب رحلات التخييم هذه اللي تكون مثلا في غابة في صحراء؟ تبوا الصراحة انا اعتقد انه
ابدا ما احبها. بالنسبه لي لو ابى اطلع برا البيت اكثر من يوم، ابغى مكان في حمام، في دش، في سرير دافي، في مخده، في مكيف، عرفتوا؟ احس هذا الشيء ما اقدر استغني عنه في اي مكان. فابدا رحلات التخييم ما حد يفعلها. ابى اخيم اذا كان في مكان التخييم فندق. انا عارفه انه حاجه هبله ما لها معنى، بس متعه التخييم في انه الواحد يعيش في اعتقد في العراء، اعتقد مو حاجه ابغى اسويها ابدا. وأبغى أعمل لها مثلاً جيب هنا كأنه زي الكيس، تعرف البناطيل ديك اللي تكون فيها جيوب كأنها كيس. شخصيات اللي صممتها وأحس مرة حبيتها هي شخصية ديدي وشخصية الساحرة منها، خاصة لما رسمتها مرة تاني. شخصية الساحرة منها عندها نفس الحزام ده اللي على جنب. فإذا تبوا الصراحة، وأنا قاعدة أحاول أصمم هذه الشخصية حقت شخصية ديدي، وناوية في المستقبل أعمل منها، ما أقول لكم مانجا، بس أبغى أعملها ككاركتر تمر بمغامرات. وكمان شخصية الساحرة منها بإذن الله ناوية في المستقبل تكون شخصية تسوي مغامرات. فجاب بالي إنهم هم اثنين من عالمين مختلفين أجمعهم في يوم ما في رحلة سوا، عرفت علي؟ في حركتين اقدر اضيف المنظار على راسها زي حق ابطال الديجيتال، اعتقد رسمه تحدي لون الواحد حق اللون سوري عورتكم، اعمل شيء زي كذا يمكن. هذا يعتبر منظار اصلا؟ احس المنظار شكله مو مره مو حلو. راح احطها في سلسله هنا. حلو، اوكي، مره حابه الرسمه. قبل أن نحددها الحين، فبالي استخدم زي ما قلت لكم، بما انه ابى اخلي ثيم التحدي كله في انكتوبر لرحله ديدي، فابى استخدم كلمه رحله ديدي كذا، يعني كيف اقول لكم، رحله ديدي كانها ستيكر ورسمه فوقها. دقيقه، جت في بالي فكره مره حلوه. انا عندي كلمه رحله وعندي كلمه شمس، عندي كلمة شمس، فراح أخلي ديدي لابسة نظارة شمسية وهي تقريبا لابسة هذا اللبس، وتحتها رحلة ديدي، فاستخدمت كلمة رحلة واستخدمت كلمة شمس. أبغاها زي الدائرة زي كذا رحلة ديدي، ويمكن أعمل الشمس وراها. هي أوريدي لابسة نظارة شمسية كذا. خلينا نتأكد، استخدمنا حقيبة ظهر، حذاء، منظار، رحلة، كلمة رحلة، وشمس. 1 2 3 4 5 خمسة كلمات. إحنا لسه حنفتح صفحة تانية حنضيف كلمات إضافية، بس نبدأ بدي. ما أدري إيش هو ده، اكتبوا في التعليقات هذا ايش تحديد الحزام بدون سبب، بس ما ابغى اسيب رجلها فاضيه. راح استخدم قلم التحديد الدبن اللي هو ده، وحستخدم او ماي جاد صدت الرؤوس زياده عن اول، مع اني مسحتها ونظفتها كويس. سويت على هذا القلم مقطع في قناتي، مره انصحكم تشوفوه، بالنسبه لي هذا افضل قلم تحديد ممكن استخدمه في اي وقت. انا راح استخدم الحبر رقم 5 لانه هو ضد الماركرز، وغالبا راح استخدم الماركرز هنا. استخدمت الرؤوس اللي اشتريتها من علي اكسبرس لانها مو مصديه، لكن بصراحه صحيح بتسوي الغرض، لكن ماني حابتها كثير زي اللي اخذتها من ديليتر. نجرب نستخدمه هو مصدي، شوفوا حتى هو مصدي اداؤه حلو. صحيح الرسم مصدي لكن بيكتب من غير مشاكل، عيبه الوحيد لما استخدم راس مصدي زي كذا انه الحبر ما ينزل بسلاسة، فيحتاج كل مرة اغمس راس القلم في الحبر. رغم انه هذا القلم بالنسبة لي افضل قلم تحديد، ودائما لما استخدمه انسى اقول ليش ما كنت تستخدميه من اول. احس الشيء الوحيد اللي يخليني ما اطلعه انه في حبر خارجي، اخاف انه ينكب او يحتاج الرسمة تنشف فترة طويلة، لكن ما اعتقد اني كنت حقدر اطلع رسمة نظيفة بخطوط مرتبة زي كذا بقلم التحديد العادي حق ساكورا او حتى بالفرشة اللي احبها. عشان كذا لما احدد بهذا القلم احس، ما أقول لكم الستايل مختلف، لكن طريقتي في التحبير مرة تختلف لما أستخدم هذا القلم، وتلقائيا أي رسمة أستخدمها بهذا القلم تحسسني أنها مانجا. بالنسبة للحبر اللي قلت لكم عليه اللي أخذته من دايسو بثمانية ريال، مقارنة باللي عندي حسيت هذاك مرة خفيف ومائي بزيادة، يؤدي الغرض صراحة على حبر سعره بثمانية ريال. مرة حابة النتيجة وأحسها مشهد من مانجا، من صفحة كبيرة، عرفت علي؟ مرة أحب القلم، أحس حتى بالقلم اللي ده اللي هو براس مطاطي وبراس فرشة، ما أحس كنت حقدر أطلع تأثير زي كذا، عرفت علي؟ أحس بهذا القلم أقدر أعمل خطوط مرة نحيفة ودقيقة. شوفوا كيف طلعت تأثير حلو بقلم حرفيا مصدي. مرة الجاية إن شاء الله بشتري الرؤوس
حقت ديليتر نفسها، لأنه اللي اشتريتها من علي إكسبرس نوت باد، بس يعني دي أحلى بكثير صراحة. الحين حيبقى مرحلة التظليل، حستخدم طبعا ماركرز، بحاول قدر الإمكان أخليها بثيم المانجا، أعمل عليها زي التأثيرات بالقلم، يعني حرجع أستخدم القلم بعد ما أظلل كذا، نستناها تنشف ونرجع لها. شوفوا، أوه هذا من فين؟ هذا من فين؟ ما نشفت؟ ترى على فكرة تركت الرسمة ترتاح أكثر من ساعتين. إيش نبدأ؟ خلينا نبدأ نحدد العين. أول شيء راح أستخدم القلم العادي إكستريم فاين. مرة زعلانة على هذا الجهة. أول شيء أبغى أسويه، أبغى أخلي الشال حقها يكون بأسود، مو أسود أسود بس يعني رمادي، فيكون مثلا هنا بالأسود أو الرمادي الغامق. شايفين هالمنطقة تكون بلون فاتح، ويكون هنا برضو بعمل حاجة زي كذا. خلينا نطلع درجات الرمادي اللي نحتاجها. أعتقد نقدر نبدأ هنا. أخاف أبدأ بالألوان الغامقة، بس يعني هذا هو الطريقة الوحيدة. ممكن أخليه بالأسود بعدين. حاليا أجص النبض الرمادي ده، نعمل رمادي أفتح منه هنا. عندي 3 درجات من الرمادي، أحس ما أبغى أزيد عليها. على فكرة أحس هذا تحدي اللون الواحد بس بالرمادي. كان في بالي حتى أخلي شعرها كله بالأسود، هذا الشيء أحس رقمي حيكون أفضل إني أسويه، حيكون سهل التراجع. هنا خلاص حعلق في هالمكان. نعمل الحزام، هذا أحس مو مبين إنه حزام لبسها، صح؟ ما أدري، أنا قاعدة أتفلسف هنا. مرة قاعدة أتفلسف. استخدم الرمادي الفاتح مرة، حاجة زي كذا. يمكن نفسي حتى البنطلون يكون كله بالأسود. ونعمل هنا يمكن أوكي not bad صح؟ شوفوا أبغى أجرب أعمل حركة إنه كل شيء بالأبيض والأسود في هذه، لأن هذه أكبر. أسوي بالأسود ولا ما أسوي بالأسود؟ يا عمي خلنا نجازف. عارفة دي حندم، بس يلا. كل شيء بالأسود، مرة أتوتر يا أخي أستخدم الأسود الصريح كذا. بس تدروا يمكن هذا فكرة تحدي إنكتوبر، إنه نبدأ إنه نتعود على الألوان الغامقة. لما كنت أظلل الرسمة بس بثلاث درجات رمادي مع اللون الأسود، يعني 4 درجات، تذكرت واحد من الرسامين كنت أتابعه زمان كان ينصح مرة بأنه نتدرب على الرسم بدرجات الرمادي بس أو بدرجات اللون الواحد، لأنه هذا الشيء راح يعلمنا كيف ندرس الفاليو أو القيمة للمجسمات اللي بنرسمها. الأماكن الغامقة هي اللي تمثل الأماكن البعيدة أو الأماكن الضيقة، والأماكن الفاتحة تمثل الأماكن اللي بارزة أكثر أو اللي تكون قريبة للضوء. فلما نستخدم الألوان العادية في رسماتنا، المفترض لما تتحول نفس الرسمة للأبيض والأسود ما تفقد قيمتها، لأنه هذا الشيء أنا أعاني منه تحديدا. اختيار الألوان مرات يضيع لي على أني أركز في الأماكن الغامقة والعميقة والأماكن المرتفعة والفاتحة. فحسيت تحدي إنكتوبر مو بس راح يركز على أنكم تفتحوا خيالكم وتطلعوا عن منطقة راحتكم، بس برضو مرة راح يطوركم في مهارة التلوين. طيب شوفوا، أنا عارفة أنه تحدي الأبيض والأسود أو تحدي التحبير، بس ما هو ممنوع مرة أستخدم ألوان في هذا التحدي. ففي بالي زي ما أنتم شايفين رسمة شمس ورا الشخصية، ففي بالي أعمل هذه الدائرة والمثلثات اللي فوق باللون الأصفر. شفت كثير رسامين يسووا هذه الحركة، أنه يضيفوا لون واحد لرسمة محبرة بس عشان تبرز الرسمة الأصلية، فعادي تقدر تسووها. حاجة هنا ما حسبت حسابها، أنه ألوان الأكريليك تحرك ألوان الماركرز اللي تحتها. طبعا هذا الشيء ما بان إلا لما بديت أحدد أطراف الكلمة باللون الأصفر. أنا استخدمت الأكريليك لأنه مرة ما جاء في بالي أنه هالشي ممكن يصير، فحطوا حسابكم ما تقدروا تستخدموا ألوان أكريليك فوق الماركرز الكحولية. شوفوا هذه الرسمة كارهتها في خيالي، كانت أرهب صراحة. نعمل لمعة كذا، نعمل لمعة لهذه برضو عينها. لا
خمسة كلمات في صفحة واحدة ما تبعد. هنفتح صفحة ثانية الحين ونبدأ نكمل الكلمات. حاجة بقولها لكم أن سكان البادية زي ما قلت لكم مع التخييم أبغى أسوي لمقطع الأسبوع الجاي، لأنه بالي حاجة بسكان البادية ما بقول لكم الحين، لأني عملتها زي الستيكر. أبغى أخلي كلمة اكتشاف بنفس الطريقة، أنها ماسكة مثلا عدسة، شفتوا عدسة كونان، ويكون تحتها يكون زي كذا دائرة ومكتوب تحتها اكتشاف. شوفوا عارفة شكلها كليشي، شكلها سخيف يمكن، بس قاعدة أسوي دي الحركة لأنها داخل دائرة أو داخل أطار، لأنه في بالي فكرة في نهاية المقطع. حتعرفوا بعدين إيش اللي راح أسوي، ممكن حصغرها ما حخليها ضخمة زي اللي قبل، وأبغاها شوية كذا رفع كتفها لفوق. ما أدري لو حيكون هذه المرحلة واضحة عندكم في الكاميرا لأنه بالرصاص الأزرق. وهنا تعرفوا العدسة أو النظارات، الناس اللي يلبسوا نظارات كذا تخينة تعرفوا إيش تسوي في العيون، تضخمها. فهذا اللي أبغى أسويه هنا. أحس التحدي ده شوية خفيف عليا لأنه مش مضطرة ألون. أحس لين نهاية التحدي ولين نهاية الشهر حضل أستخدم دي الثلاثة درجات. على فكرة مو كل الكلمات اللي في هذا المقطع والمقاطع الجاية راح تكون أني صممتها في نفس اللحظة اللي صورت فيها، لأنه لسه نزلت قبل شهر وكان عندي وقت أني أطالع وأفكر فيها، وهذه من الكلمات اللي أصلا أول ما شفتها قلت لازم أسوي هذه الحركة. زي ما قلت لكم أعمل بالرصاص هنا كلمة اكتشاف، بس بحاول تحمست أنا أكتب كلمة اكتشاف، لكن حسويها قبل لا أبدأ التلوين عشان أعرف المساحات الفاضية. أحس اللي خبصت على نفسي شوية هنا إني لونت بالأسود بعدين عملت الكلمة والإطار لها. عارفة كان المفروض أستخدم أقلام الأكريليك عشان ما يصير معي الحركة اللي صارت قبل، لكن حبيت أكتب الكلمة بالرأس المشطوف حق الماركر، وطبعا وقعت في شر أعمالي. على فكرة الأكريليك مو بس حرك الماركرز، حرك الحبر الأسود اللي وراء، لأن الحبر اللي استخدمته ضد الماركرز لكن مو ضد المائي. وبصراحة مرة حبيت يكون ستايل شعر ديدي بالمانجا، مدري قررت أنها مانجا، أن يكون كله بالأسود بدل ما يكون بالرمادي. أحب هذه الستايلات صراحة أصلا في المانجا اللي تكون ما فيها كثير باترينز أو ما فيها رماديات كثيرة، تكون معظمها بالأبيض والأسود، زي أعتقد مانجا ون بيز تعطيني هذا الإحساس. حابة الكلمة هذه، أحس أبغاها طابعة، هذه كيوت، حملتها أكثر من اللي قبل. على فكرة كلمة عجيب وغريب أحس من أكثر الأشياء اللي حمستني أني أرسم كمان شخصية ديدي في هذا التحدي، لأنه زي ما تعرفوا ديدي هي شخصية حسها فوضى مرة، صعب أعطيكم كلمة توصفها. بشكل عام هي زي ما قلت لكم عندها متجر خاص اللي تصلح فيه الأغراض اللي غالبا تخربها، فمعظم الأشياء اللي تصنعها وتسويها عجيبة وغريبة. فأحس أبغى أصمم اختراع عجيب وغريب في نفس الوقت يكون واحدة من هذه الكلمات، يعني زي كاميرا عجيبة غريبة أو فزاعة عندي. كمان أقدر أصنع آلة موسيقية عشوائية أنه هي صنعتها مركبتها اللي تسوقها. دراجة، أحس فكرة الدراجة حتكون حلوة، أنه أرسم دراجة والدراجة أعدل عليها وخليها شكلها غريب، يعني بدل ما عجلة تكون دائرية تكون عجلة شكلها وردة. الله أعلم. بالي فكرة أنه أخلي مركبتها عبارة عن، تعرفوا حذاء التزلج سكيت شوز ميبي؟ أيوة هذه هي مركبتها، عرفت علي؟ الكرسي يكون جوا الجزمة الله يكرمكم، وفيها المقود. باتمان، هذه حتنبسط فيها هنوف كذي حقوة دي، كرومي أختي سمية حتنبسط فيدي. أوكي أعتقد حرسم حاجة زي كذا. نفس الفكرة هذه، شوفوا نفس الجزمة دي فيها زي الياقة أو إيش ينادوها كذا الثنية، فأبغى أخلي الجزمة كأنه هي نفسها من ثنية. تدبالي إنه يكون هنا في كرسي كذا، عمله زي البوكس في البداية بعدين نقعد نعدل عليه، ممكن حجمه مرة كبير. شوفوا أنا في بالي كان الدركسون يطلع من هنا زي الباصات، تعرفوا الدركسون حق الباصات يكون مرة كبير كذا طالع من تحت. راس، أسوي الراس حق شنادوها السيارات عندهم ذاك السنادة. حزام الأمان هو الربطات حق الجزمة الله يكرمكم. ما أدري إذا في أحد حياة تقبل فكرة إنه تراها جزمة
كيف الواحد يتخيل انه يدخل جوا جزمه عادي. انا اتخيل اني همستر احيانا. نعمل شريطه. حزام الامان لازم يكون انيق. اوكي ما تبعد صح، خلينا نضفها. بس وقف التصوير هنا من غير ما احس، لكن خلوني اقول لكم ايش غيرت. شايفين السناده حقت الراس؟ قررت انها تكون هي الاضاءه حقت السياره، وما ادري حسيت ابى اعلق شنطه او جيب على السياره. حتى بعد ما لونتها واضفت الالوان الرماديه حسيتها فاضيه مره، ما فيها تفاصيل، لانه المفترض انه الرسمه كذا مكتمله. ولما قفلت التصوير على اساس كنت خلاص اختمها، بعدين قلت يمديني اضيف تفاصيل على الجزمة، فما صورت هذه المرحلة، لكن هذه هي النتيجة اللي طلعت فيها. قررت أخلي مقدمة الحذاء بالكامل على شكل سيارة، وزي ما أنتم شايفين خليتها ماركة الصبار. إذا في المستقبل طلعت سيارة بهذا الشعار تراهم سارقين الفكرة مني. وكمان أضفت باب للحذاء أو السيارة هذه، الله أعلم. في نفس الوقت حاولت أحافظ على الثيم أنها حذاء، وأبغى أعمل إيش نادوها، الخطوط والخيوط عليها، أعطوا لها المركبة اسم. مقطع اليوم رسمت كلمات تحدي انكتوبر، وما حقول لكم كلها بحولها طوابع، لكن هذا الهدف انه ارسم واحول طوابع. فاللي راح اسويه راح امسحها ضوئيا بالجوال وانقلها على الكمبيوتر وانظفها اكثر عشان اطبعها. فحيكون هذا الشهر عباره كله عن استخدام الحبر في نفس الوقت صناعه طوابع. ننتقل للكمبيوتر. هنا مسحت الصوره بالجوال كانها بالماسح الضوئي، وحطيتها على برنامج الكليب ستوديو بينت. اكتشفت واحدة من خصائص الكليب ستوديو بينت مرة حلوة، يمديني احول رسمة رسمتها ورقيا لتحديد. تروح عند قائمة edit، وبعدين عند tonal correction، وبعدها للباينيريزيشن، وهنا تحولت الصورة كاملة بالابيض والاسود. بس عندكم هنا threshold تقدروا تقللوه وتزودوه على حسب الرسمة حقتكم. وهنا عندي الاساس للرسمة بس قاعدة انظفها زي ما انتم شايفين. بصراحة ما توقعت هذا الخاصية تفيدني، لانه حسيت الا ما احتاج اني اعيد التحديد ويكون التحديد نظيف من البداية، لانه زي ما انتم شايفين الرسمة مرة مبكسلة. بس لما فكرت في الموضوع انا ما احتاج انه تكون مرة نظيفة، لانه في النهاية راح اصغرها وراح اعمل منها طابعة صغيرة، فما احتاج تكون البكسلات هذه او المربعات الصغيرة تختفي. حاولت هنا اخلي فيها الباترنز حقت المانجا، وبعدين وديتها البرنامج الفوتوشوب عشان اعمل الاطار واكتب عليها كمان، وعدت نفس الحركة على الصفحة الثانية. بصراحة الخطة كانت اني اسوي طابعة من رحلة ديدي، بس بصراحة مرة حبيت الرسمة الاولى وحسيت انه ابغى اخليها بستايل مانجا واطبعها. يمكن ما تناسب انها تكون طابعة لانه حتكون حجمها غريب او كبير شوية لانها بالطول، لكن ما مانع ابى اسوي هذه الخطوة لنفسي سواء كانت بحولها لطابعة ولا لا. الرسمة هذه صراحة مرة ما كنت حبيتها، فقلت خليني اعيد رسمها من البداية، خاصة انه اصلا هي رسمة بسيطة ما حتاخد وقت معي. واستخدمت هنا قلم تحديد شوية مبكسل او اطرافه مو ناعمة، بس على اساس يكون في نفس الثيم او يبان انه كأنها رسمة مش نظيفة، مدري اذا فهمت قصدي. وهذه صراحة كانت فكرتي من البداية، انه شعرها بالاسود الكامل وشالها بالاسود، بس خفت انه شعرها والشال يدخلوا في بعض ويختفوا، فعشان كذا ما تشجعت كثير اني اسويها على طول على الكراسة. ورجعت عند نفس الخطوات على آخر طابعة، وإذا تبغوا الصراحة بالنسبة لي هذه أكثر واحدة حبيتها. ما أدري، أحس في العادة ما أرسم حاجات أو ما أصمم حاجات غريبة زي كذا، ومقارنة بالتصميم اللي قبل حق اختراع ديدي اللي عبارة عن غسالة وشطاف واستشوار، حبيت هذا أكثر. عموما لما خلصت كل حاجة جمعتها مع بعض في صفحة واحدة عشان أطبعها. خليني أقول لكم حاجة عن تحدي إنكتوبر. أذكر قبل سنتين أول ما رجعت للقناة، وقتها صراحة حالتي النفسية كانت في تدهور مرة، لأنه في ذيك الفترة سبت الشغل، ووقتها ما كان عندي الرسم حاجة أساسية أسويها. وقتها كنت لسه مترددة أسحب على الرسم أو أركز على دراستي. في ذيك الفترة تحديدا رجعت للقناة وبدأت أنزل التنزيل الأسبوعي. أذكر لمدة شهرين وقت ما بدأت بالتنزيل الأسبوعي كنت لسه انه حسحب غالبا الاسبوع الجاي، كنت دائما اقول لنفسي هذا الشيء. بس اذكر تحدي انكتوبر دخل في الوقت اللي انا كنت ابى ارجع للقناه، وكان بالنسبه لي هو السبب اللي اجدول نفسي اعطي نفسي سبب اني استمر على الرسم وفي نفس الوقت استمر على القناه، خاصه انه طول عمري كان نفسي اشارك في تحدي انكتوبر بس كنت دائما متكاسله، فقلت هذا الوقت المناسب انه ارجع للرسم، ارجع للقناه واسوي تحدي انكتوبر اللي كان من اول نفسي اشارك فيه.
وما أدري ليه شخصيا أعتبر تحدي إنكتوبر هي العودة الرسمية للقناة رغم أني كنت أنزل قبلها بشهرين، لكن وقتها حسيت أنه لا خلاص أنا بستمر أنزل كل أسبوع وما حسحب، وأني كنت أخطط وأجهز للمحتوى للأسبوع والأسبوعين الجاية. وكمان تحدي إنكتوبر السنة الماضية لما شاركت فيه وقتها جاني درع اليوتيوب، وهذا السنة في شهر أكتوبر في حاجة جالسة أجهزها بس ما بقولها لكم لأنه خايفة أنها ما تصير. بس عموما أحسه كذا شهر أكتوبر أو تحدي إنكتوبر بالنسبة لي أو بالنسبة لقناتي فالخير. اللي بيشارك في هذا التحدي لا تنسوا تعملوا لي تاج على إنستغرام أو تشاركوها على رابط الديسكورد، فبإذن الله من الأسبوع الجاي راح أطلع صور مشاركات تحدي إنكتوبر. بس بالنسبة لموضوع البث بصراحة ما عندي موضوع معين، لكن في بالي أسوي معاكم طابعة وأطبعها لايف، فاللي حاب يكون موجود يحضر معنا يوم الخميس الساعة 4 العصر. أشوفكم هناك، باي. هلو هلو أجين، صدقوني ما كانت الخطة في البداية إنه يكون أسوي طوابع تحدي إنكتوبر، كانت الخطة إني أرسم كم رسمة وواحدة منها راح أحولها لطابعة، لكن الحين أحس ما عندي مشاكل أكمل التحدي لين النهاية إني أصنع طوابع. أنتوا إيش رأيكم؟ وبإذن الله حتكون هذا الجزء من المقطع لمشاركاتكم لتحدي إنكتوبر، فلا تنسوا لو حابين تشاركوا التحدي تعملوا لي تاج على الإنستغرام أو تشاركوها في رابط الديسكورد. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا لايك المشاركة. أشوفكم في الأسبوع الثاني من التحدي. باي.